بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. قبل ما نتكلم في أي حاجة أو أي أخبار، خلونا نقول لحضراتكم تشكيل منتخبنا الوطني اللي أعلنه الكابتن حسام حسن منذ لحظات. في حراسة المرمى محمد الشناوي، من الشمال لليمين محمد حمدي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ومحمد هاني. في خط الوسط حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، محمد صلاح، ومصطفى محمد. من الواضح ان كابتن حسام حسن رجع تاني للتشكيل الطبيعي او لطريقه اللعب اللي بيلعب عليها منتخب مصر، ولكن عشان نقرب اكتر من المشهد ونطمن على منتخبنا في اللحظات الاخيره نطير سريعا لبوركينا فاسو عشان ينضم لينا الزميل العزيز المتالق عمرو مختار، مراسل قنوات اون تايم سبورتس. يا عمرو مساء الفل عليك وبتشرف بوجودك معايا دايما. الفل عليك زميل عزيز احمد حازم، الشرف لينا يا احمد. طبعا هنا من غينيا بيساو ومن ملعب تحديدا ملعب 24 سبتمبر. خليني اقول لك لقطه حاليا واحنا قبل المباراه، احد الجمهور نزل عايز يتصور مع محمد صلاح، لكن الامن قدر ان هو يلحقه ويطلعوه بره قدامي حاليا. اهو حاله من يعني هستيريا الجمهور الغني فور نزول نجمنا ونجم منتخبنا نجم منتخب مصر وكابتن منتخب مصر كابتن محمد صلاح، يعني هيصوا اكثر ما فرقتهم نزلت. انا اقول لك الفرقه الحمد لله احنا وصلنا في حوالي الساعه 2 ونص الى الملعب المباراه، يعني زي ما قلت لك امبارح ان الملعب ما بيبعدش كتير قوي عن فندق الاقامه 10 دقائق بالظبط. الحاله المعنويه اكثر من رائعه للاعبين. زي ما قلت انت دلوقتي سامعك استعرضت التشكيل، هو فعلا رجع للتشكيله اللي هي المعتاده اللي هي اللي كابتن حسام بيلعب بيها 4 3 3 بعوده محمد حمدي بعد الاصابه. خروج طبعا من التشكيله المهدي سليمان ومحمد الشامي والماتش ومحمد الشامي هم اللي خرجوا من التشكيل. طبعا زي ما بقول لك نتمنى النهارده ان شاء الله باذن الله نلاقي منتخبنا يعني حقق الثلاث نقاط. وخليني اقول لك حاله الجو زي ما قلت لك امبارح، هي درجه الحراره هنا 33 بس اللي لحد ما كان كويس لغايه الان الغيام، غيام كتير يمكن مخفف حراره الشمس شويه او مخفف سخونه الجو شويه. نعم. عمرو خليني اسالك عن عدد الجماهير المتواجد في الاستاد الان. يعني خلينا بص بنظرتي كده يا احمد، يعني مثلا هو الاستاد ده بيشيل 20,000 مشجع، يعني نقول لغايه الان موجود من 8 ل 9,000 مشجع وهم بيزيدوا. يعني في جاليه مصريه او في جمهور مصري في الاستاد يا عمرو؟ بص الجمهور المصري مش كتير، لان انا زي ما قلت لك يعني هنا ما فيش سفاره اصلا، السفاره اللي بيعوز حاجه من مصر بيروح كوناكري. الموجود البعثه الازهر يعني ومجموعه من المحجين او رجال الاعمال اللي هم موجودين هنا في غينيا. مفهوم. طيب عمرو توقعاتك لهذه المباراه؟ ان شاء الله باذن الله نكسب، ان شاء الله باذن الله التمني والتوقع باذن الله ان شاء الله باذن الله نكسب اكثر من هدف ان شاء الله، ونريح زي ما كابتن ابراهيم قال امبارح، قال لي المباراه دي عنق زجاجه هنرتاح كتير. لسه ما تعثرش، هيكون قدامنا 6 مباريات لكن هتريحنا هذه المباراه 12 بونت مطمنين بشكل كبير ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز عمرو مختار من غينيا بيساو عشان نتعرف او تعرفنا منه على اهم الكواليس واهم اخبار منتخبنا قبيل انطلاق المباراه الهامه امام غينيا بيساو.